قضية جنائية، مدنية، أحوال شخصية ومشاكل أسرية، أو عاوز تأسس شركة ومش عارف تبدأ منين؟ مكتب الأستاذ محمد سعد زايد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة هيساعدك. كلمنا على 011 50 50 51 18. عنوان المكتب 191 عين حدائق الأهرام، بوابة حورس. واظبط ميزانك باختيارك الصح. أعزائي المشاهدين في كل مكان، مساء الخير عليكم وأهلا وسهلا بكم. معكم أنا محمد سعد وحلقة جديدة من برنامج مع المستشار. في البداية قبل ما نبدأ حلقتنا عندي حاجتين كده حابب أقولهم. أولا طبعا يعني كلنا عارفين أن بكرة رمضان كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أول يوم من الشهر الكريم. بالمناسبة دي بحب أتوجه لكم أنا وفريق الإعداد وأسرة البرنامج بالتهنئة بقدوم الشهر الكريم. طبعا كنا كلنا نأمل يعني ان رمضان يجي علينا زي المعتاد ونكون انتهينا من أزمة كورونا او من مرض كورونا، ولكن يعني ربنا رايد ان احنا نخش الشهر الكريم وما زالت هذه الأزمة مستمرة في البلاد. يعني كنا نأمل برضو ان احنا يعني ان شاء الله السنة الجاية تخش رمضان علينا ونرجع تاني نصلي في الجوامع ونعيش حياتنا الطبيعية خالص. ده يخلينا يعني برضو من خلال البرنامج ان احنا نوجه لكم رسالة ان احنا لازم نقف مع الدولة في الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللي هي واخداها من حد من انتشار هذا المرض، وان احنا نلتزم في بيوتنا. يمكن الشهر الكريم ان شاء الله لما يهل علينا بكرة ده يساعدنا اكتر ان احنا نبقى ملتزمين اكتر في البيت، نتقرب من الله. يعني ان شاء الله السنه الجايه نبقى رمضان كده علينا زي المعتاد علينا كل سنه ونقضيه بعاداتنا وتقاليدنا العاديه. الحاجه الثانيه وهي حاجه محزنه بالنسبه لي ان النهارده هو اخر حلقه في الموسم الاول من برنامج مع المستشار. احنا برنامجنا هيبقى على مواسم. النهارده دي هتبقى اخر حلقه معانا من في الموسم بتاعنا الاولاني. يعني برضو بنتمنى ان احنا نتمنى ان احنا ان شاء الله يعني نكون خلال الموسم ده قدمنا لكم معلومات قانونيه مفيده، لان هو هدفنا من الاول من منذ انشاء هذا البرنامج او البدء في هذا البرنامج ان احنا نزود الثقافه القانونيه للجميع. احنا بنخاطب جميع اطياف الشعب، فلذلك احنا يعني بنتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم كل المعلومات القانونيه بشكل يسير وبشكل مبسط ليكم. وبنوعدكم برضو ان احنا مش هنتاقى عليكم في الموسم الثاني ان شاء الله. ممكن يبقى بعد رمضان، ده هننسق المواعيد مع اداره القناه وهيتم الاعلان عنها. نبدا بقى حلقتنا النهارده ومعانا اول فقره من فقراتنا اللي هي اغرب القوانين، الفقره اللي احنا متعودين عليها دايما. والحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن كوريا، خصصنا اغرب القوانين عن كوريا. وكنا معتقدين يعني ان كوريا هي الدولة الاكثر غرابة او اللي بتحتوي على القوانين الاكثر غرابة، ولكن في البحث لقينا ان في دولة تانية فيها قوانين كتير جدا غريبة وهي دولة اليابان. قوانين غريبة بالنسبة لنا وبالنسبة للشعوب العربية عموما يعني. طيب معانا اول قانون بيقول ممنوع اتلاف النقود. ممنوع اتلاف النقود، الناس دولت هناك ناس نضاف يعني لطريقه ابعد الحدود، لدرجه ان هم بيحافظوا على النقود الماليه، النقود اللي احنا بنتعامل بيها هنا الورق المال. وهناك حطت عقوبه كمان اليابان علشان لو حد اتلف النقود عمدا قد تصل هذه العقوبه للغرامه 2000 دولار او الحبس سنه. يعني حضرتك هناك ممكن تتحبس علشان خاطر اتلفت النقود، على عكس طبعا احنا هنا في مصر كل واحد بيبعت رسالة لحبيبته على النقود ويكتب ويرسم عليها قلبين ويبعتها لحبيبته أو يكتب عليها ذكرى سنوية. ده هناك في اليابان بيعد جريمة وكمان عقوبتها قد تصل إلى سنة. طيب معانا القانون الثاني وهو قانون غريب بقى شوية، قانون مضحك شوية، وبيقول ممنوع الرقص في الملاهي الليلية. الملاهي الليلية اللي احنا يعني زي ما بنقولها هنا في البلد اللي هي الكباريهات، الملهى الليلي هناك او الكباريه ممنوع الرقص فيه. امال بيروحوا هناك يعملوا ايه؟ مش عارف.
انا لغايه وقتنا وحد ما طالب ما طلعت قدامكم دلوقتي انا مش عارف هم هناك مانعين الرقص ليه. هناك في قانون بيقول يمنع الرقص في الملاهي الليليه في اليابان التي يقل اتساعها عن 700 قدم، قدم يعني تقريبا متر او اقل من متر، حاجات بسيطه 700 قدم او متر مربع، ويحظر الرقص تماما بعد منتصف الليل. طيب انت لو هتقنن الملهى الليلي يبقى تقننه، يبقى هناك الناس هيروحوا يعملوا ايه طالما مش هيروحوا يرقصوا؟ لبعض الدول برضه سمعنا عن حاجه اسمها الديسكو الشرعي، يعني كلام يعني صراحه يعني يضحك وكلام غريب جدا. يعني انت لا اما تقنن وتقول ان انا عندي كباريه او ديسكوهات، لا اما ما تجيبش سيره الشرع نهائي في حاجه زي كده. طيب عشان ننتقل بقى للقانون اللي بعد كده، عندنا قانون السمكة المنتفخة. كل الكلام ده في اليابان، كل ده احنا ما خرجناش بره اليابان، كل القوانين ديت من داخل اليابان. طب ايه السمكة المنتفخة دي؟ ده حاجة غريبة جدا. يعني السمكة المنتفخة هي معروفة هي سمكة سامة. طيب هناك هم بياكلوها، بياكلوا السمكة المنتفخة، فهناك وضعوا رخصة للسمكة المنتفخة دي. طب احنا سمعنا عن رخصة قيادة، رخصة محل، رخصة مكان، رخصة خاصة، رخصة سيارة مثلا، كل ده، ولكن هناك في حاجة اسمها رخصة السمكة المنتفخة. عشان هي سمكة سامة فلازم اللي يكون بيطبخها اللي هو الشيف بتاعها لازم يكون معاه هذه الرخصة، ان هو رخصة ان هو يكون بيعرف يطهو هذه السمكة، وعشان ياخد هذه الرخصة لازم يكون متدرب او يتم تدريبه لمدة عامين كاملين. طيب معانا اخر قانون بقى اللي هو بيقول لك ممنوع تخمير الكحول في المنازل. الكحول اللي احنا هنا يعني بنتهافت عليه، اللي احنا هنا يعني محتاجينه دلوقتي او كل الدول كمان محتاجاه دلوقتي عشان أزمة كورونا، هناك في اليابان ممنوع انك تقوم بتصنيع الكحول الذي او المواد السائلة التي تتعدى نسبة الكحول فيها 1%. 1% يعني ممنوع منعا باتا ان انت تعمل كحول في البيت. وهناك يلزم عليك الدولة، تلزم عليك الدولة ان انت لازم تشتري هذا الكحول. ده كان اخر قانون معانا النهارده في فقره اغرب القوانين. معانا بقى موضوع الحلقه هنتكلم فيه بعد الفاصل، هو موضوع قانون العمل، وهنعرف مع بعض ايه هو قانون العمل، وهنتكلم عن حقوق العامل وعلاقته بصاحب العمل. وهيكون مشرفني بعد الفاصل الدكتور جمال عبد السلام هاشم المحامي بالنقد علشان يشاركنا في الحديث حول قانون العمل. فاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم من جديد، ومعايا في الاستوديو منورني ومشرفني الدكتور جمال عبد السلام هاشم المحامي بالنقد علشان يشاركنا في الحديث زي ما قلنا في الفقرة السابقة عن قانون العمل، وإيه هي الحقوق الخاصة بالعامل تجاه صاحب العمل. وهنتكلم أيضا عن الفصل التعاطفي اللي حصل للعمال بسبب جائحة كورونا. مع المستشار حضرتك منورني، برحب بحضرتك، منورني في الاستوديو، منور أسرة برنامج مع المستشار. أهلا وسهلا أستاذ محمد. يمكن الناس يمكن الناس ما تعرفش إن يعني كان لينا لقاءات قبل كده سابقة، وحضرتك أثقلت قلوبنا جميعا بالمعلومات القانونية الصحيحة والدقيقة يعني. لكن موضوع حلقة النهاردة عن قانون العمل وحقوق العامل تجاه صاحب العمل أو علاقته بصاحب العمل. خلينا نبدأ كده مع بعض الأول ونعرف إيه هو عقد العمل، أو إيه أو عقد العمل عموما، ليه تعريف في القانون، تعريف دقيق يعني. بالظبط. طيب نعرفه من حضرتك. أي عقد هو علاقة ما بين طرفين. عقد العمل هو القانون العام الذي يحكم العلاقة ما بين العامل ورب العمل. واشترط فيه القانون 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 اشترط فيه شروط. عقد العمل اشترط فيه العامل ورب العمل وتبعية العمل لرب العمل ثم الأجر المترتب. يعني من حضرتك ان عقد العمل ليه شكل معين؟ طبعا ليه شكل قانوني معين. ليه شكل قانوني معين نص عليه قانون 12 لسنة 2003. تمام. ايه الشكل ده؟ انا النهارده العقد العمل ليه صور او ليه اشكال. انا النهارده قبل ما بتكلم في عقد العمل، انا بيلزم صاحب العمل بان يحرر طبقا لنص الماده 5 من قانون العمل، قانون 12، انه بيحرر عقد العمل في شكل معين. تمام. العقد العمل لابد ان يحرر من ثلاث نسخ. هذه النسخ
يوضح في هذا العقد بنود هامة جدا يترتب على مخالفتها بطلان العقد. ايه هي البنود؟ البند الاول صاحب العمل ومحل اقامته والمكان العمل اللي يخصص فيه العامل اللي هيعمل فيه العامل، ده رقم واحد. رقم اتنين بيانات العامل بالتفصيل والمهنة اللي هو بيمتهنها والعمل الذي يلتحق به لدى رب العمل عشان يكون ملتزم به، يكون ملزم للجانبين، والاجر المحدد في هذه طب لو عقد العمل طبقا لهذه الشروط اللي حضرتك ذكرتها فقد شرط من هذه الشروط، يجوز للطرف الضعيف في عقد العمل وهو العامل ان يثبت الشروط بكافه طرق الاثبات، بكافه طرق الاثبات القانونيه لو هو ما نصش عليها. ثاني ده احنا لسه ما كملناش البنود اللي بعد كده، ان جميع مصوغات التعيين لابد لصاحب العمل من ان يعطي ايصال بما يفيد بانه تقدم له بمصوغات تعيين للعامل. ثم بعد ذلك تحرص ثلاث نسخ، نسخه للعامل ثم نسخه لرب العمل ونسخه توضع في التامينات الاجتماعيه علشان حفاظا على العامل وهو الطرف الضعيف. ده شكل عقد العمل. عندي بقى صفاته، صفات عقد العمل ده. انا عندي عقد عمل لتبعيه العامل لرب العمل ثم الاجر. انا النهارده عندي لابد ان يكون الاجر محدد، المجلس القومي للاجر لابد ان يحدد هذا الاجر بشرط الا يقل عن الاجر الحد الادنى للاجور. الحد الادنى للاجور احنا بنتكلم فيه 1200 جنيه اللي حدده المجلس القومي للاجور. طب الشروط اللي حضرتك بتقولها دي يعني هل يعني اصل يعني كل العمال تقريبا محدش عارف الكلام ده خالص؟ لا طبعا محدش يعرفه، محدش عارف الكلام ده. ومهم جدا جدا ان العامل بعد من اول شهر يتاكد من ان هو تم التامين عليه. حتى لو كان اصيب داخل العمل، قانون العمل بيسمح له ان هو لو اصيب انه بيعوض عن اصابه العمل من التامينات الاجتماعيه. حتى انه ياخد معاش كامل لو كان سد ادى الى وفاء، او كان معاش عجز كلي او معاش عجز جزئي حسب ما يتراءى له. في العيب بقى معالي المستشار او يعني طبعا من صاحب العمل تجاه العامل، وايضا من العامل لصاحب تجاه العمل. صاحب العمل يعني في العيب كده بتحصل في النص، فاحنا عايزين نوضح يعني العامل يتاكد ازاي ان الشروط ديت مطبقه، ان هو اتامن عليه فعلا، ان هو في عقد موجود في التامينات او مش موجود، يسال فين او يتجه فين. بعد ان يحرر عقد العمل ويبدا فتره الاختبار، هي فتره الاختبار في نص قانون العمل، القانون 12 لسنه 2003 المعدل، اشترط ان فتره الاختبار ما تزيدش عن 3 شهور حتى لا يستغل صاحب العمل العامل في هذا الامر. خلال الثلاث شهور بيامن عليه لدى التامينات الاجتماعيه، ولابد ان تضع نسخه لدى التامينات الاجتماعيه. طبعا غالبيه ارباب الاعمال الا من رحم ربه انه بيهرب من موضوع التامينات عشان ما يدفعش للعامل تامين الا اذا حصلت ناكبه من النواكب كاصابه العامل او وفاته، ممكن يامن بفتره عدد قبل كده. دي الجزئيه اللي يجب على العامل ان هو بعد الثلاث شهور وبعد انتهاء فتره الاختبار بتاعته ان يذهب الى التامينات الاجتماعيه ليتاكد، يستخرج برنت تاميني يشوف فيه ان هو مامن عليه لدى رب العمل او غير مؤمن عليه. تمام. ليه غير مؤمن عليه لدى رب العمل ومش مؤمن عليه؟ يلتجئ للتامينات الاجتماعيه بنسخه العقد فيها، والتامينات الاجتماعيه تحرر غرامه بيعاقب فيها صاحب العمل بغرامه لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه. ولا يروح مكتب العمل؟ ما هو بيروح من حق، لا يلجا للتامينات الاول. التامينات الاول بعد كده يروح مكتب العمل. مكتب العمل بعد كده. طب التامينات عشان يجبر صاحب العمل ان هو يامن عليه؟ ان يضطر يامن عليه، وتخرج لجنه من التامينات تفتش عليه. طيب ننتقل بقى لسؤالنا الثاني اللي هو الاشخاص، او القانون العمل ده مطبق على اشخاص بعينهم ولا كل العمال او كل الفئات العامله في مصر بينطبق عليهم هذا القانون؟ لا، هو في فرق ما بين قانون العمل 12 لسنه 2003 ده بيطبق على اصحاب الاعمال، اصحاب المهن الحره اللي هم العاملين الغير مؤمن عليهم لدى القطاع العمل القطاع العمل العام او القطاع الخاص. هذا القانون المقصود ب 12 لسنه 2003 القانون الذي يطبق على قطاع الاعمال الخاص القانون الخاص على اصحاب الشركات والمصانع الخاصه اللي هي العمال اللي تعمل لدى الافراد او المنشات. اما هذا القانون ده ونص الماده 3 من قانون العمل ده من هذا القانون، قال من هم حدد من هم الاشخاص الذين يطبق عليهم هذا القانون، واستثنى من هذه الاشخاص العاملين في الهيئات الحكوميه، لان ده بيحكم قانون ايه؟ قانون العاملين المدنيين بالدولة، العاملين في الهيئات الحكومية والوزارات والمصالح الحكومية والمحليات والمحافظات، هذه الأشخاص لا تخضع للقانون. لا يخضع للقانون العاملون في الخدم المنزلي، من يقومون بطهي الطعام في المنازل أو من يقومون بتنظيف المنازل، هؤلاء لا يخضعون للقانون العمل، القانون 12 لسنة 2003. برضو من يعولهم العامل
لا يخضعون لتطبيق قانون العمل، ان هناك اشخاص يعولهم بصفه دايمه سواء كانوا قرابه الحواشي او قرابه من الدرجه الاولى سواء كان الزوجه او الاولاد، دول ما يخضعوش لقانون العمل وما يطبقش عليهم قانون العمل. ان يطبق قانون العمل مع على العامل ومن يعمل لديه في المنشاه الخاصه به. طيب. هذا المقصود بالقانون 12 لسنه 2003 العاملون في القطاعات الخاصه واصحاب المهن الخاصه. طيب. عشان بس نفرق ما بين دي ودي. عندنا بقى التزامات على صاحب العمل والتزامات ايضا على العامل. عايزين نوضحها كده للساده المشاهد، ايه هي التزامات صاحب العمل تجاه العامل وايه هي العكس تجاه التزامات العامل تجاه صاحب العمل. النهارده لما بنقول عقد عمل معنى هناك عقد، يعني هناك التزامات. سواء كانت هذه الالتزامات وقعت على هذا الطرف الاول وهو رب صاحب العمل او رب العمل، او وقعت على العامل وهو الطرف الضعيف من وجهه نظري في هذه الامور. عند التزامات لصاحب العمل، الالتزامات التي يتوجب بها صاحب العمل انه الاجر، يعني النهارده عندي الاجر مقابل العمل. النهارده اللي عندي الايه العنصر في علاقه التبعيه. العلاقه الثانيه اللي هو التزامات رب العامل التبعيه، تبعيه العامل لرب العمل. سواء كانت التبعيه اللي اختلف فيها رجال الفقه وقالوا هل هي تبعيه قانونيه ام تبعيه اقتصاديه بمعناها، فاتفق التشريع المصري على ان هذه التبعيه هي تبعيه قانونيه وليست تبعيه، وهنفرق ما بين الاثنين، وليست تبعيه اقتصاديه. بمعنى انا النهارده عندي تبعيه اقتصاديه معناها ان من حق صاحب العمل ان ينتقم من العامل من اجل ان يحقق اقتصاد او نمو اقتصادي للشركه بتاعته. اما التبعيه اللي اخذ بها التشريع المصري في القانون 12 لسنه 2003 هي التبعيه القانونيه. التبعيه القانونيه تجمع التبعيه الفنيه ثم التبعيه الاداريه ثم التبعيه المهنيه. يعني ايه في باختصار شديد عشان ما نطلش على المشاهدين والتوضيح ببساطه، يعني انا التبعيه الاداريه ان العامل ما يعملش في بيته ياخد العمل يشتغله في بيته، لا ده لما كان محدد في شركه معينه او في مكان معين لدى رب العمل يعمل فيه. التبعيه المهنيه ان يلتزم بالمهنه الموكله اليه من رب العمل، وان يلتزم بالاشراف. التبعيه الفنيه ان يلتزم بالاشراف التابع اليه من رب العمل. اما التبعيه الاقتصاديه دي مش مجبر بيها، لان انا النهارده ممكن اشغله عدد ساعات، ودي برضو نص عليها قانون العمل ان عدد الساعات العمل لا تزيد عن 8 ساعات بحد اقصى 10 ساعات في اليوم ثم بحد اقصى 48 ساعه في الاسبوع. ده نص عليها قانون العمل وقفلها. طب اذا كنت انت زدت لحاجه الضروره بيعوض فيها العامل اجر مضاعف. اذا زاد لحاجه الضروره، ولكن برضو ربطها بشروط معينه يجوز التجاوز فيها، وان لازم ياخد على الاقل 24 ساعه خلال الاسبوع اجازه. ده بالنسبه لالتزامات العامل لدى رب العمل. انا النهارده العامل رب العمل ملتزم بايه؟ ملتزم بان يعطي الاجر، ملتزم بالسلامه المهنيه للعامل، ملتزم بالسلامه الصحيه للعامل، ملتزم بالاشتراطات اللي اشترطتها الوزارة الصناعه في ان هو يلتزم بجميع الاشتراطات اللي تحافظ على صحه العامل وتقي العامل من الامراض وتقي العامل من الصحه والسلامه. ده التزامات الايه بخلاف الاجر، ده اهم حاجه. نخش هناك اجر ثابت واجر متغير. الاجر الثابت هو الاجر المتفق عليه في عقد العمل بشرط الا يقل عن الحد الادنى للاجور. هو ممكن يزيد عن الحد الادنى للاجور اللي هو 1200 جنيه. الحد الادنى للاجور دلوقتي كام؟ الحد الادنى للاجور لحد دلوقتي المجلس القومي للاجور هو محدده 1200 جنيه. تمام. اخر حاجه يعني في قانون العمل. تمام. ممكن يزيد حسب علاقه العمل او طبيعه العمل اللي ما بين رب العمل والعامل، ممكن يزيد. ولكن بشرط الا يقل عن الحد الادنى. تمام. هناك اجر متغير. الاجر المتغير هو الحوافز والبدلات والعلاوات الدوريه ولا ولا وخلافه. هذه الاشياء لا تؤخذ الا مقابل مقابل العمل. انا النهارده عندي ما حققتش ربح وما حققتش حافز، انا مش هاخد حوافز ومش هاخد بدلات ومش هاخد مكافئات لان انا ما حققتش المطلوب مني. وبالتالي فمن حق رب العمل دي هذه الامور متغيره، ممكن تحقق في شهر اكبر فتزيد العلاوه، ممكن تبقى اقل، ممكن تبقى اقل، ممكن تبقى اعلى من الكل. فده الاجر المتغير لابد ان يكون مقابل العمل. حضرتك بتقول لي هنا ان التزامات ضمن التزامات صاحب العمل ان هو يعني بيبقى مامن على العامل ضمن الحوادث والكوارث. زي ايه الحوادث اللي ممكن تحصل للعامل؟ النهارده المكن اللي شغال عليه العامل ممكن يقطع صباعه ويؤدي لاتلافه. ممكن في مواد كيماويه انت شغال بحاجات كيميائيه ممكن تصيب العامل بامراض. هذه الحاله من حق لازم العامل يقي تتوفر وسائل السلامه والصحه لدى العامل. ان في امن صناعي مسؤول يقول للعامل ازاي يمشي ازاي ويعمل ازاي والوقايه منه ازاي ويلبس. لكن لو في حاله مرض مزمن للعامل صاحب العمل ملزم ان هو يامن عليه طبي؟
مدمن من على طبي. المرض المزمن هنتكلم في ليه جزئيه دي تاني وليه نص لوحده. هل ان المرض المزمن ده انت حينما بتلتحق بالعمل لابد وانت بتلتحق بالعمل لابد بان يتم الكشف الطبي عليك. لدى اي جهه مؤسسه معتمده من الدوله انت بيتم الكشف الطبي عليك. بتعتبر انك انت دخلت هل المرض ده كان مرضا مزمنا ام كان مرضا طارئا بعد الواقع. المرض الطارئ بعد الواقع له شروط بيتم الكشف. طب نقول الشروط دي بعد ما ناخد بس الاتصال ده. معانا استاذه امام من الجيزه. الو الو. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي يا فندم. تحياتي ليكم وتحياتي للدكتور جمال. ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. ربنا يخليك. حضرتك طيبه والصحه والسلام. هو في بس عندي سؤال بالنسبه اللي هي اصابه العمل. اصابه العمل، اتفضلي. بالنسبه لاصابه العمل يعني عايزه اعرف ازاي صاحب العمل بيبقى ملتزم ان هو يدفع للعامل عنده اللي هي الاجراءات اللي بيقوم بيها في حاله الاصابه. يعني لما لو مثلا في موظف مثلا رايح شغله حصلت له اي حادثه في الشارع او حاجه. يعني الاصابه كانت في الشارع ولا تدخل ضمن صاحب العمل ولا ضمن اصابه العمل ولا لا؟ يعني الاصابه كانت خارج العمل وهو رايح مثلا الشغل. تمام. طيب الدكتور جمال هيجاوب على حضرتك. وايه الاجراءات اللي ممكن يعملها المصيب مثلا؟ حاضر، بنشكرك يا استاذ. شكرا لحضرتك. شكرا. استاذ تحب تجاوب ولا نكمل الشروط؟ لا طيب. عادل نجاوب لها عادل ونكلم الشروط بعدين. طيب هو القانون اباح ان انا ساعه قبل ما التحق بالعمل وساعه بعد ما التحق بالعمل. بعد انتهاء العمل انا اثناء، وانا اثناء ذهاب العمل لحد ما باخد المواصلات بتاعتي او مكاني سواء كان بيتعرض عليه ساعتين انا بعتبر في عمل. وبثبت في الحاله دي ان انا اصبت اثناء ذهابي للعمل وتعتبر اصابه عمل. وانا راجع من العمل بعمل محضر برضو اثبات حاله فيه بذكر فيه ان انا كنت راجع من العمل وحصلت حادثه. دي بتتكلم في حوادث الطرق. ما بتتكلمش في الاصابات اللي هي تمت اثناء العمل. هناك فرق ما بين الاثنين. انا النهارده خلال ذهابي للعمل انا في عمل. وخلال عودتي للعمل انا لحد اعود الى بيتي انا في عمل. يعني انا ليا ساعه قبل ما اروح الشغل وبعد ساعه بعد ما اجي من الشغل لحد ما انا بوصل وارجع. دول بعتبر في عمل. تمام. الجزئيه الثانيه بعمل محضر اثبات حاله ويجوز للعامل ان يثبتها بشتى الطرق. بكافه الطرق الاثبات القانونيه بانه الطرف الطالب في عقد العمل. اما اذا حدثت الاصابه داخل العمل دي برضو لازم نميز بين الاثنين. دي على طول اصابه عمل. ده اصابه عمل بيلتجئ الى محضر اثبات حاله ثم مكتب العمل. وفي الاثنين مكتب العمل ان انا بقول ان اثناء ذهاب العمل اصبت باصابه تعرضت للاصابه وباخد تعويض على هذا الامر. تمام. طب نكمل بقى الشروط. شروط الشروط بقى انا النهارده عندي الشروط اللي احنا اتكلمنا في الشروط التزامات صاحب العمل. عنده شروط العامل. العامل لابد ان يلتزم بالعمل الموكل اليه وان يؤديه على عشان ياخد الاجر. عشان ياخد الشروط الاجر. انا النهارده مقابل بيلتزم بالعمل الموكل اليه في عقد العمل. والعمل المطلوب منه بما لا يخالف قانون العمل. وان كان يجوز في حاله الضروره فقط لرب العمل ان يوكل الى الشخص العامل عمل غير المتفق عليه في عقد العمل. ولكن هناك في حاله الضروره والقوه القاهره فقط. ان هو يقول له اشتغل في حاجه معينه وهذا العمل لابد ان يكون مؤقتا. لابد ان يكون مؤقتا وخلال 3 شهور كما نصت الماده. يعني خلال 3 شهور ويرجع مكانه تاني. اذا اضطرت الضروره واذا لجأت. طب ده هياخدني بقى لسؤال. لو هو العامل ما نفذش الشروط دي ازاي صاحب العمل يقدر يمتنع عن الاجر بشكل قانوني؟ بس هناخد الاجابه بعد ما ناخد الاتصال ده. استاذ محمد من الشرقيه. الو استاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا استاذ محمد احنا سامعينك. عايز اسال الدكتور بس احنا دلوقتي شغالين بقالنا 9 سنين عقد مؤقت ما انفصلتش وما تثبتناش لحد الوقت، يعني هم كل سنه يقولوا لنا في سبعه. بص معلش يا استاذ محمد ممكن تعلي صوتك شويه بس عشان الصوت مش واضح قوي. يعني احنا يعني كل سنه بقالنا يعني احنا شغالين بقالنا 9 سنين بعقد مؤقت. عقد مؤقت. في التربيه والتعليم. تمام.
ولسه ما انفصلتش وشغال بروح كل يوم ولسه لحد الوقت ما تعيناش. يعني 9 سنين عقد معقد. بيجدد كل سنه. طيب وظيفه حضرتك ايه برضه عشان بتفرق؟ الوظيفه عامل بس بناخد 38 جنيه. عامل مؤقت. لا ده عامل معقد. عامل بيجدد سنويا ولا ما بيجددش سنويا؟ طيب الدكتور بيسالك العقد بيجدد سنويا ولا ما بيجددش سنويا؟ لا لا ما بيجددش. لا ما بيجددش. لا لا. طيب تمام. طيب الدكتور هيجاوب على حضرتك حاجه. هو بالنسبه لعقد العمل، انا النهارده عقد العمل هناك فرق ما بين عقد العمل المحدد المده والمطلق المده. المطلق المده لا خلاف عليه. المطلق المدة لا خلاف عليه، اللي هو غير محدد المدة بيعتبر عقد أبدي زي ما بيقولوا إلى أن يبلغ سن الستين. أما العقد المحدد المدة إذا انتهت المدة المحددة دون أن يجدد هذا العقد اعتبر العقد مطلق المدة أو مفتوح. لا يجوز إنهاءه من صاحب العمل. أنا النهاردة هو بيقول إذا لم يجدد هذا العقد وما مضاش على العقد، أنا بمضي عليه أول مرة في أول سنة بس. هذا العقد إذا مضيت عليه مرة واحدة واستمرت في العمل بعد السنة حتى لو شهر اعتبر العقد المحدد المدة لمدة سنة مطلق المدة، وبالتالي يحق لأنه يرفع دعوة بتثبيته في المكان اللي هو فيه. يعني هو دلوقتي الحل للأستاذ محمد أن حضرتك ترفع دعوة بالتثبيت في المكان اللي أنت فيه طبقا لنص المادة من قانون العمل قانون 12 لسنة 2003 أن هو يلتجئ للمادة 29 من قانون العمل أنه 12 لسنة 2003 أن يلتجئ بيرفع دعوة على الجهة اللي بيعمل فيها أنه ان العقد العمل بتاعه اصبح غير محدد المده ومفروض ان هو غير محدد المده وان يطلب يتسبب. كان سؤالي بقى قبل ما ناخد اتصال استاذ محمد، لو العامل اخل بالالتزامات اللي هو المفروضه عليه من قبل صاحب العمل بالزبط. ازاي صاحب العمل يمتنع عن الاجر بس بشكل قانوني؟ هو مش اجر بس اذا اخل العامل من حق اسراب العمل في الماده 29 من قانون العمل ليه ليه توجيه حاجات. ايه هي الحاجات دي؟ الاول انذار ان هو يوجه له انذار بان هو اخطا في العمل ولم يوكل بالعمل المنسوب اليه. الجزء الثاني لو ما التزمش بهذا الامر يستقطع جزء من الاجر وليكن بما لا يزيد عن خمس ايام من الاجر. يعني ان النهارده عندي انذره بان هو مخالف. رقم اثنين استقطع جزء من الاجر. أأجل العلاوة الشهرية بتاعته اللي بياخدها لمدة 3 شهور. ده من ضمن الأشياء اللي أنا ممكن أأثر بها على العامل. أأجل العلاوة السنوية عنده سنة. أنزله ترقية. الحاجات دي بالترتيب؟ أه بالترتيب. يعني لازم الأول أول حاجة أعمل له إنذار؟ لازم إنذار الأول. وبعض الفقهاء اشترط إن هذه الأمور لابد أن يكون بقرار مسبب وتوضع في ملف العامل. ما كانتش كده ما بيتاخدش بيها. انا النهارده لابد ان يوضع في ملف العامل ولابد ان يكون كل هذه الامور بقرار مسبب. ثم بعد ذلك انزل بترقيه الى الترقيه الاخير الدنيا او الاقل من الترقيه الاولى بما لا يمس اجر العامل. يعني ما ينفعش ان انا انزله ترقيه واخصم الاجر. ما ينفعش يبقى جزاء مزدوج. طيب ما ينفعش جزاء مزدوج. طيب ناخد اتصال تليفون ثاني. استاذه هاجر من الجيزه اتفضلي. الو مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا استاذ احمد، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم اتفضلي. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام اتفضلي يا فندم معاكي. مفيش، احنا كنا شغالين في شركه الطيار اللي هي السعوديه اللي هي اسمها حاليا سيرا. طب بدون ذكر اسماء، يعني بدون ذكر اسماء. بدون ذكر اسماء مفيش مشكله، في شركه ما يعني. فمجيء ممكن تقولي المجال، يعني ممكن تقولي مجال العمل في مصر ولا خارج مصر؟ حجز طيران. حجز طيران. انا كنت شغاله في تبع وزاره الصحه السعوديه. يعني هي شركه سعوديه ولا مصريه؟ لا سعوديه. بس مقرها هنا في مصر. مقرها هنا في مصر. تمام. تقعد على قانون مصر. تمام. بس المهم ما جه حوار الكورونا، جه قالوا لنا احنا مش هنمشي حد وهندي اجازات. قلنا تمام ما فيش مشكله. جه اول اسبوع نزلوا لنا شغل واجازات. الاجازات ديت مقابل مرتب ولا انقطع عنكم مرتب؟ اجازات من الاجازات اللي هي اللي هم ال 21 يوم. اللي هو اللي عنده اجازات ما خدهاش يعني مدفوعه الاجر مثلا. مدفوعه الاجر. تمام. جه بعد كده الاسبوع اللي بعده احنا في جدول بيتبعت لنا كل اسبوع بالمواعيد الشغل بتاعتنا والاجازات. فلقيت اسمي مش موجود وبتصل علي المديرين محدش بيرد ومحدش يعرف حاجه ولا اي حاجه، ولا حد كلمني ولا حد حتى بعت لي ايميل ولا لقيت حاجتي. احنا بنفتح حاجتنا من على الموبايل عادي، لقيت الحاجه اللي عندي على الموبايل ما بتفتحش. ولا الايميل بتاعي ولا البرنامج اللي برفع من عليه الاجازات وبشوف المرتب بتاعي، مش حاجه بتفتح بدون اي سابق انذار. يعني هي الشركه قفلت ومشيت؟ لا الشركه موجوده. موجوده. تمام. تمام.
كملي بس بكلم المدير بتاعي قال لي انت المفروض الاتش ار كلمك عشان تروحي. طب في ايه؟ طب في ايه؟ انا ما اعرفش ومحدش عارف حاجه، ما كانوش اصلا بيردوا على التليفون يعني. رحت الاتش ار قالوا لي ان الشركه عشان بتصفي فهيمشوا ناس، هيمشوا مجموعه من الناس، واجباري ان انا امضي استقاله يا اما مش هاخد مرتبي اللي هم ال 20 يوم اللي انا اشتغلتهم. طب انا مش عايزه امضي استقاله، ان انا مش عايزه امشي. لا انت كده مش هتاخدي حقك واحنا هنرفدك. طب حضرتك بالك قد ايه شغاله معاهم؟ شغاله من شهر 4 اللي فات، يعني سنه كده بالظبط. والمفروض العقد بتاعي كان فاضل له شهرين او 3 شهور. المفروض انا لو انت هتمضيني على استقاله المفروض تديني بباقي فلوسي. طيب 3 شهور لا ما فيش. وصل لك انذار او اختار ولا اي حاجه؟ فصل تعسفي اللي هو احنا انت هتمضي استقاله وغصب عنك، يا اما مش هتاخدي اللي هم ال 20 واللي انا اشتغلتهم. طيب. وان انا اجبار بقى اللي هو واقف فوق دماغي ان انا امضي استقاله. طيب معلم مستشار حابب تسالها في اي حاجه؟ لا خلاص. طيب معلم المستشار هيجاوب على حضرتك حاليا. انا النهارده هي بتقول لي عقد العمل بتاعها عقد محدد. عقد العمل المحدد المده لا يجوز لرب العمل ان ينهي هذا العقد قبل انتهاء مدته. طب اذا انهاه وجب عليه ان يقوم بسداد الاجر خلال حتى مده انتهاء العقد. هي حقها القانوني كده انها تلتجئ لمكتب العمل، من حقها تاخد اجرها كامل حتى نهايه المده. سواء قدمت استقاله او ما قدمتش استقاله هي من حقها القانون انها تاخد الاجر. ليه؟ لان رب العمل في الحاله دي، انا النهارده عندي اذا كان عقد العمل محدد لمده سنه او 5 سنين فيما يزيد، في من حق العامل اذا كان العقد يزيد عن 5 سنين ينهيه خلال 5 سنين، ولكن باسباب، اذا كانت اسباب صحيه او اسباب او خلافه بيبدي هذه الاسباب بسبب المشروع. اما صاحب العمل اذا انهى عقد العمل المحدد المده ده خلاف غير المحدد المده، المحدد المدة له شروط والغير محدد المدة له شروط. إذا كان محدد المدة وإنها يلتزم بالأجر حتى نهاية مدة العقد. يبقى هي لها خلال ال3 شهور إن تاخد عقد. يعني حتى أستاذة هاجر لو هو كان أنهى العقد قبل ما حضرتك بتقولي ميعاد العقد بشهرين، هو ملزم كمان إن هو يدفع لك الشهرين. أجر الشهرين التانيين. صح كده؟ طيب معانا أستاذ أحمد علي من القاهرة. أستاذ أحمد معانا؟ ألو؟ الو. طيب الخط فصل، حاول تكلمنا تاني يا استاذ احمد. طيب معانا استاذ احمد من الجيزه. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم، اتفضل. كنت عايز احكي قصه كده. الشركه برضو هي نفس الشركه اللي الاستاذ هاجر كانت بتتكلم عليها. طيب بدون ذكر اسماء، وممكن حضرتك توضح لو نفس المشكله احنا جاوبنا عليها. هو الفكره بس انا كنت عايز اضيف شويه حاجات. اتفضل. ان الشركه المفروض ان هي على حسب قانون العمل ان هي تبلغنا قبلها بشهر او بشهرين تقريبا. تمام. الكلام ده ما حصلش خالص. زائد ان في نقطه برضو، ما بما ان هي شركه سعوديه فكانت مسجله طبعا باسم، وحاولوا يعملوها باسم تاني هنا في مصر يعني. فمضوا الشركه كلها اكتر من 500 موظف على استقالات من الشركه القديمه، والمفروض ان احنا هنمضي عقود على الشركه الجديده. تمام. يعني هم انتوا كنتوا الاول شغالين تبع الشركه السعوديه اللي هي مقرها في السعوديه. بالظبط. وبعد كده لما عملوا طبعا هنا على اسم شركه ثانيه. تمام. لما حب ينشئوا شركه هنا جديده في مصر على القانون المصري، فمضوكوا على استقاله هناك في الشركه السعوديه، والمفروض ضموكم هنا للشركه الثانيه هنا في مصر. صح كده؟ تمام. بالظبط كده. المفروض ان انا امضي استقاله على الشركه دي، المفروض ان انا امضي العقد الجديد معاها على طول. الكلام ده ما حصلش، وقعدوا ياخروا في العقد الجديد لاسباب احنا ما نعرفهاش لغايه النهارده. بس في الاخر مضيتوه. في الاخر مضيتوا العقد. نعم؟ في الاخر مضيتوا العقد، العقد الجديد. لا، ما حدش لسه في الشركه مضى نهائي. طيب لغايه النهارده. وحضرتك كنت مع استاذ هاجر الاتصال السابق صح؟ نفس الشركه. نعم. حضرتك كنت مع استاذ هاجر في نفس الشركه؟ بالظبط. طب استاذ هاجر كانت بتقول ان هي كانت مضت العقد ومدته لسه ناقص عليه شهرين. ساريه ناقص عليه شهرين. كلام استاذ هاجر على العقود القديمه، ان احنا عقودنا لسه شغاله زي ما هي. تمام. بس هم عملوا حركه الاستقاله دي ولسه ما مضيناش العقود الجديده. تمام. بعد كده لما حصل موضوع الرفض بنفس الطريقه المهينه، قالوا لنا مش هتاخدوا فلوس غير لما تمضوا على اخلاء طرف. طبعا الناس محتاجه. طب اخلاء طرف على ايه اذا كنت انت مش ماضي على عقد عمل جديد؟
ما هو انا مضيت استقاله بس لازم امضي اخلاء طرف. ده في الشركه الثانيه السعوديه. بالظبط كده. تمام. اه تمام. 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 طبعا ما ادوناش حقنا خالص. رفض بطريقه مهينه جدا، مش عارفين حد نتكلم معاه. فاحنا طبعا اضطرينا ان احنا ناخد اجراءاتنا القانونيه عادي جدا. تمام. تمام. هو انتوا كنتوا كام موظف يا زحمة؟ يعني احنا لغاية دلوقتي حوالي، احنا وصلنا حوالي 513 موظف. 500 موظف مفصولين فصل تعسكري؟ بالظبط بالظبط. طب ليه ما يعني انتوا طلعتوا خدتوا اجراءاتكم القانونية، طلعتوا على مكتب العمل وزي ما المعلم مشار قال من شوية؟ بالظبط اه بالظبط. تمام. والمفروض ان احنا موكلين محامي دلوقتي والمفروض ان هو يمشي في الاجراءات. طب انت سؤالك ايه تحديدا بقى بالظبط؟ انا سؤالي هل احنا لينا حق في اللي احنا بنعمله ولا لا؟ دي رقم واحد. رقم طيب. اثنين، ولو لينا حق هل فعلا هناخد؟ طب لو الشركه هتصفي هنا في مصر هيحصل ايه؟ تمام، هنجاوبك عليها حالا. شكرا شكرا يا استاذ احمد، شكرا. نجاوب انا السؤال. فهمت اختصاره للكلام. هو السؤال اللي هو عم مش عارف يوصله، ان لو الشركه دي اندمجت في شركه او صفت ايه الحل؟ انا عندي نص صريح في قانون العمل الماده 9 من قانون العمل، قانون 12 لسنه 2003، لا يضر بالعامل، لا يضر بحق العامل في حاله انهاء الشركه او تصفيتها او بيعها للغير او ادماجها في شركه اخرى، وده اللي بيتم عشان يتعافى من الضرائب، الشركه يعمل شركه جديده ويدمج الشركه القديمه في شركه جديده. في كل هذه الحالات او بيع الشركه بالمزاد العلني او لهبه الشركه لشخص اخر او التوصيه بهذه الشركه لشخص ما. كده بقى احنا انتقلنا، عشان نوضح برضو للساده المشاهدين، انتقلنا الاول كنا بنتكلم في علاقه العامل بصاحب العمل منذ نشأة هذا التعاقد. دلوقتي احنا دخلنا نجاوب على السؤال اللي هو بيقول، ما احنا بقى هنبدأ عشان هنخش برضه في نفس الفقرات. بالظبط. دخلنا دلوقتي في نقطة تانية أو في منطقة تانية، إن احنا بنتكلم على إنهاء هذا التعاقد. بالظبط. صح كده؟ بكل الطرق بقى. أنا بقى إنهاء التعاقد ده لو أنهى أنا النهاردة بالطريقة، أنا بكلمه في الواقعة بتاعته هو، أو الواقعة بتاع الأستاذة الزميلة اللي هي الأستاذة هاجر اللي اتكلمت قبليه. هو اذا تم دمج الشركه او انهاء عقد العمل لاي سبب من الاسباب لتصفيه الشركه او حلها او خلافه، كل هذه الاسباب نصت عليها الماده 9 من قانون العمل 12 لسنه 2003، يجوز تنتقل جميع الحقوق المترتبه على عقد العمل للخلف الخاص والعام. الخلف الخاص اللي هو انتقلت اليه الشركه، سواء كانت بالهيبه او البيع المزاد العلني او كانت بحل الشركه او دمجها. الخلف العام اللي هم الورثه، اللي ورثه اصحاب الشركه سواء كانت بالهيبه او البيع او التوصيه. طيب احنا عايزين بقى نتكلم في جزئيه بسيطه، عشان احنا معانا برضو الوقت عدى منا بسرعه. عايزين نتكلم في العماله اللي هم تم تصفيتهم او تم فصلهم تعسفي بسبب احداث كورونا. تمام. وضعهم القانوني ايه، ويلجأوا لمين، ويعملوا ايه بالظبط؟ هذه الامور نظمها قانون العمل 12 لسنه 2003 المعدل بالقانون 100 بالقانون 180 لسنه 2008 من الماده 196 لحد الماده 201. نظم هذه الاجراءات، بل ونظم انه لا يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل تعسفيا الا بحوالي 8 شروط نصت عليها الماده 69، وشرط نصت عليه الماده 129 اللي هو في حاله ارتكاب العامل للجريمه والحكم عليه بعقوبه الجنايه نهائي، دون ان يوقف تنفيذ الحكم. ممكن يحكم عليه بالعقوبه مع وقف التنفيذ، لا يجوز لصاحب العمل ان ينهي العمل. انا النهارده على السريع كده علشان الوقت، لصاحب العمل ان ينهي عقد العمل اذا فوجئ بان العمل ارتكب تزوير في الورق اللي قدموه لي، سواء الورق اللي قدموه الشهاده المؤهل بتاعه مزور، انتحل صفه انا اسمي انا جمال، وانتحلت صفه زورت ورق باسم محمد وقدمت مصاغات تعيين باسم شخص ثاني، يجوز لصاحب العمل ان ينهي عقد العمل. الغياب المستمر سواء كان 20 يوم متقطعة أو 10 أيام متصلة ولا بد أن يسبقها إنذار، لابد لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل. إذا تعدى العامل على رب العمل أو على المدير العام بتاعه أو الرؤساء المباشرين ليه، يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل بتاعه. النهاردة إذا تعاطى مسكر أو مخدر مادة مخدرة وثبت سكره أثناء العمل، من حقه أن يلغيه أو يلغي عقده. إذا ثبت منافسة صاحب العمل العامل لصاحب العمل في ذات النشاط اللي بيستخدم فيه، بيشتغل في المكان بره، من حق صاحب العمل ان يرفده. انا النهارده يفصله ولا يعتبر هذا الفصل فصلا تعسفيا. اذا ثبت ان العامل اضر بصاحب العمل اضرارا بالغا بالمنشاه التي يعمل بها، واشترط في هذه الجزئيه في النص انه لابد لصاحب العمل ان يلتجئ خلال 24 ساعه بعمل الى الجهات المختصه بعمل محضر يثبت فيه ان العمل اضر به. في هذه الحالات
يجوز للحامل ان طيب يصحى. اعتبار ظرف كورونا اللي احنا فيه دلوقتي ده ظرف كورونا ظرف قهري يستوجب مع اصحاب العمل ان هم يمشوا بعض الناس او يفصلوا بعض الناس لها أو شروط وضحها لنا بقى. لصاحب العمل في حاله الضروريات الاقتصاديه غل المنشاه كليا او جزئيا او تصريح جزء من العماله في هذه الحاله ولكن بشروط. ده الماده 196 اشترط تقليص العماله او التقليل من حجمها او قفل المنشاه. يعني صاحب العمل دلوقتي ممكن هو يقلل العماله وممكن يقلص يقلل العماله اذا ما هي ده ظروف اقتصاديه بالنسبه لصاحب العمل ولكن لم يطلب. طب الناس اللي هي دلوقتي مثلا زي استاذ هاجر واستاذ احمد اللي كلمونا من شويه طب ما ده يعتبر تقليص لا لان ده خالف نص القانون. ما هي الماده 198 نظمت كيفيه انهاء وتقليصه للعمل والماده 201 يعني ليها اليات معينه ليها اليات تمام الماده 198 اشترطت الماده 197 قالت على صاحب العمل ان يتقدم بطلب غلق المنشاه كليا او جزئيا او تقليص حجم العماله. المنشأ بيتقدم لمين؟ للجنة مختصة تصدر بقرار إنشائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يحدد هذه اللجنة، هذه اللجنة يكون من ضمن أعضائها أحدهم من نقابة أصحاب الأعمال ونقابة العاملين نقابة العاملين يحدد من نقابة عمال مصر. يبقى العضوين يمثل صاحب العمل وعضو منهم يمثل العامل. في هذه الحالة إذا تم رفض طلبه بتقليص هذه العمالة من حقه أن يتظلم إلى لجنة أخرى بتشكل من رئيس مجلس الوزراء برضو أيضا للنظر في التظلم. إما أن يرفض هذا التظلم بيتظلم منه ويرفض ما يقدرش يقلص العمالة. يعني أي حد دلوقتي صاحب عمل عشان برضو نوصل الموضوع للسادة المشاهدين بشكل مبسط أي دلوقتي أي صاحب عمل هيقلص العمالة منه لنفسه كده ده غير قانوني. غير قانوني طبعا. غير قانوني اذا لم يتبع الاجراءات، اتبع الاجراءات والمنصوص عليها في الماده 197 الماده 100 ولا بد ان يخطر العامل صاحب العمل والمنظمات اصحاب المنظمات النقابيه اللي هي بتمثل العامل اللي هي نقابه عمال مصر ان هو تقدم بطلب لتقليص العماله للجنه المختصه المشكله. معانا سؤال اخير، احنا اتكلمنا عن صاحب العمل من حقه ان هو ينهي التعاقد بشروط. هل العامل بس يعني سريعا عشان وقت الحلقه، هل العامل من حقه ايضا ان هو ينهي العقد؟ ينهي العقد، من حقه ينهي العقد. ما احنا سريعا كده انا النهارده يحذر عليه، ما اتبعش الشروط المنصوص عليه ما ينفعش. طب ايه الحقوق اللي ياخدها؟ انا النهارده اذا انهى عقد العمل له حقوق. هذه الحقوق اللي من حق رب العامل ان هو ياخدها يجوز في الماده 201 لصاحب العمل ان ينسب الى العامل اعمال اخرى اذا دعت الضروره. في الحاله دي يجوز للعامل ان يرفض ويجوز له تقليص. يعني ايضا العامل يحق له ان هو ينهي العقد. يرفض وياخد شهر. معالي المستشار انت نورتني ووقت الحلقه عدى معاك سريعا جدا، بس احنا استفدنا وقدمت لنا معلومه قانونيه دقيقه وصحيحه وده اللي احنا تعودنا عليه معاك. اعزائي المشاهدين خلصت حلقتنا وخلص الموسم بتاعنا من برنامج مع المستشار. نلقاكم ان شاء الله بعد رمضان وبنقول لكم لاي حد حاول يتصل بينا وما عرفش يتواصل معانا يكلمني بعد الحلقه على رقم التليفون اللي موجود على الشاشه وشكرا لكم. شكرا.